نستمع إلى الأذان الآن. الله أكبر، الله أكبر. تلاحظون معي أشهد أن لا إله إلا الله. في هذه اللحظة، لحظة الأذان، كل شيء يقف، كل شيء يقف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان وقت الأذان يقف، كما تروي عنه السيدة عائشة رضي الله عنها تقول يقف فيذهب ويستعد للصلاة. لماذا نحن نقف؟ أجسادنا بحاجة أن تقف، كل شيء في الكون يحتاج أن يقف، ولذلك الراحة مهمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أرحنا بها يا بلال، راحة جسدية وراحة نفسية وراحة صحية وراحة إيمانية. شوف حتى الأذان حي على الصلاة، حي على الفلاح، أي هو ينادينا يقول تعالوا للصلاة، تعالوا للنجاح والفلاح. الله أكبر، الله أكبر، أي الله أكبر من كل شيء، كأنه يذكرنا اللي بيدك اتركه، اترك كل شيء بيدك لأن الله أكبر. ثم يختم بلا إله إلا الله، يذكرنا بالتوحيد. وهكذا يتذكر المسلم دائما في حياته وفي تجواله وفي معيشته، فيكون مع الله عز وجل في ذراته في تعامله. يقول محمد قطب كلمة جميلة، يقول بعض المسلمين اليوم في تناقض، إذا دخل إلى السوق قال دينار أكبر، وإذا ذهب إلى البيت قال زوجتي أكبر، وإذا ذهب إلى الكرة والرياضة قال الكرة أكبر، فإذا دخل المسجد قال الله أكبر. قال هذا تناقض في الشخصية المسلمة أصلا. هو يفترض الإنسان الله أكبر في كل مكان، الله أكبر في بيته، الله أكبر في ملعبه، الله أكبر في تجارته، الله أكبر في بستانه، الله أكبر مع زوجته، الله أكبر مع أبنائه، الله أكبر في صلاته. إذن مفهوم الله أكبر يحتاج نوع من التجديد، مفهوم الله أكبر يحتاج نوع من أن نعيش مع الله أكبر. ولذلك نلاحظ حتى في العيد ماذا يقول المسلمون؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ما حد فينا سأل نفسه سؤال ليش؟ يعني الآن بعد ما ينتهي رمضان 30 يوم صيام، أول كلمة يقولها الإنسان المسلم قبل صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، الله أكبر، الله أكبر. لماذا؟ والحجاج عندما يذهبون للحج ويرجعون من الحج ماذا يقولون؟ الله أكبر، الله أكبر. وكذلك في عيد الأضحى عند النحر وقبل النحر، الله أكبر، الله أكبر. ما هي الرسالة من الله أكبر؟ الرسالة أن الدولة تحكم دستورها بالله أكبر. الرسالة أن البنوك الموجودين يحكمون اقتصادهم بالله أكبر. الرسالة أنه في عالم السياحة حتى لو سافر الإنسان في إجازة ولا في الصيف ما يقول الشيطان أكبر، وإنما يقول الله أكبر. الإنسان في بيته في أسرته مع أبنائه الله أكبر. جاءت إحدى الزوجات تشتكي تقول والله أنا ما عندي حل، بيني وبين زوجي دائما على خلاف. فقلت لها يا بنتي لو تستشعرين الله أكبر أنا أضمن لك أن لا يكون هناك خلاف بينك وبين زوجك، لأنه لو كان هناك خلاف لرددت ورجعت إلى المنهج الرباني. إذن الله أكبر هي شعار نعيش في اليوم أكثر من 5 مرات، في الصلاة الله أكبر، وفي الانتقال من ركن إلى ركن الله أكبر. إذن نحن مبرمجين على أنه الله أكبر، وكل اللي نحتاجه أن يكون سلوكنا يطابق أفعالنا وتطابق نيتنا وعقيدتنا، فنعيش الله أكبر نقطة ومن أول السطر.